يا حسين زينون، بداية أنا بغيت نعرف شنو هو السر الذي قادك إلى كتابة هذه السيرة الذاتية ديال الحلم المحظور؟ شنو هو هذا الحلم المحظور؟ الحلم المحظور أوتوبيوغرافيك، الحياة ديالي يعني من الطفولة ديالي، من كرش أمي من كرش أمي، ورجعت راقص بالفضل ديال ملي كنت صغير. أنا دزت في 44 درمولي الشريف سوسيكا، واحد بحال الحبوس، دريب صغير بالقواس وداكشي. في هذيك المده ما كانش الضوء في الديور ولا في الزنقه، العوينات كاينين ولكن خصك تمشي تسقي، ما كانوش المدارس، كانوا غير ديال القران. اول مدرسه اللي دارت عندنا ديال فرانسيس في درمولي الشريف هي اوتون غومبير، الاستعمار اللي كانوا صاوبوها. ما من قبل ما عندناش، ما كاينه لا سال دو سينما لا يديك ولا يخليك. تم دار الشباب ما دار حتى الاستقلال، كنا ليفري انو ميم في الزنقه، تنضربوا مع ريوسنا باش نفهموا شي حوايج، وكان ممنوع علينا نمشيو للمدينه، يشدوك في الحبس الا كنتي جاي من الحي المحمدي ومشيتي، ممنوع من عن كليا. الور اللي نفعني كأكلة فنية وهي ثقافة ديالنا، يعني تراث ديال البلاد. لحقاش كل واحد في الحي المحمدي جاي من قنت في المغرب، جاي باش يخدم باش يعيش ولادو، وكل واحد تيحس براسو اجنبي. وكان لحقاش في القبيله ديالهم الا كان شي واحد اجنبي كلشي تيشير عليه، راه معروف بالما اجنبي، دونك تيحس براسو اجنبي كلهم وكل واحد منين جاي. وكان كان الاحترام بيناتهم، ما بين لا احترام تام، وما كانش عندنا الحق نديروا البساله في الزنقه ولا شي حاجه، الدار تتولي بحال الكوميساريه. دونك ملي تي شي واحد منهم عنده حفل ديال الازدياد ولا ديال الطهاره ولا ديال، تيجيب من القبيله ديالو الناس اللي تيرقصوا، تيديروا الاحواش ولا تيديروا احيدوس. لا يعني الثقافه ديال المغرب كلها شفتها في هذيك الوقت، هي المعيش الاول ديالي انا في الثقافه، وهو التراث ديال البلاد. هذا الاهتمام ديالك بالثقافه المحليه والثقافه المغربيه هو الذي قاد يعني قادك يعني الى هذا المجال ديال الرقص اللي اصبحت يعني واحد العالم كبير بالنسبه لنا احنا كمغاربه. كانت اون اوتو روت بور موا، هي اللي دفعتني باش نمشي للرقص، ومزيان حيت مشيت للرقص الكلاسيكي ونجحت فيه. والرقص الكلاسيكي سي اكاديميك، كاينه ان ترافاي سيونتيفيك من غير الفن، كاين لو سبور غران سبور، سيتي فريمون لا دونس كلاسيك، سي ان سبور انورم. تاخذ ان جيمناست وتقول له تبع ان دونسور النهار كله، والله ما يقد، يعني المجهود اللي تيدير الراقص، وتيخدم واحد الخدمه اللي ما تتصورش، ديال الجسد ديالو يرجعوا آلة موسيقيه. الا وركتي على اون نوت ري سي ري، دونك خصو يساوي الجسد ديالو باش الا دار واحد الحركه تمشي، تتولي انت ملي تتشوف راقص لحق لهذا المستوى تتولي تشوف الموسيقى ماشي تسمعها، تتشوف الموسيقى. داكور، دونك وعلمتنا بحال في التراث اي حركه نبشو في هذيك الحركه ونلقاو الاصل ديالها ونقدروا نطوروها بلا ما تدخل عليها شي حاجه اجنبيه، وتولي عندها بزاف ديال الحركات، حركه واحده. داكور، دونك هادشي اللي نفعني، اللي دخلت ودرت فرقه الوطنيه اللي كليت عليها العصا، كنت باغي نهز بالتراث لحقاش تتموت. انا شي حوايج اللي كنت شفتهم في الصغر ديالي ما بقاوش حيين، ان اكزيست بلو،
نعطيك ان اكزومبل. تتعرف انتم في الاقليم هنايا تتعرف شنو هما عبيده الرما ياك؟ تتعرفهم عبيده الرما اللي شت انا ملي كنت صغير؟ عبيده الرما راه الصياده ديال الحيوانات، وكان تيشعروا على الحيوانات وعلى الصيد وعلى الموت ديال الحيوانات. والرقصة كانوا تيلبسوا الجلد ديال الحيوانات، ما تيديروش هذاك الشيء اللي تيديروا دروكا ديال الحركات ديال العيالات ديال يغزلوا في الصوفة ولا يحرك المصاص ديالو بحال المرأة، ما كانش هذاك الشيء. الرقصة ديالهم ستين دونس دو ترونس، يعني ديال الحال داكور سي دي ليليفاسيون. وعلاش هاد الحال؟ بور اكزورسيزي لامور، يعني تيخرج الموت منه بحال تيلوح الموت عاد باش تيقتل الحيوان. سي الحسن زينون، يعني رغم يعني التقدم والتحول الحاصل اليوم في مجالات عده، مازال كنلقاو الرقص لم ياخذ ما يستحق من الاهتمام، رغم اننا كندعيو كمغاربه اننا ننتمي الى الحداثه. في نظرك شنو هي الاسباب التي تحول دون تدريس الرقص اليوم داخل المقررات ديالنا وداخل الفنون المعاصره؟ غنعطيك كاين جوج الامثلات في هذا السؤال اللي حطيته لي دروك. قبل دخول الاسلام البرابره امال لي زمازيغ عندهم الرقصات ديالهم، جاء الاسلام وما حيدش هذه الرقصات. شكون اللي تيمنع في الدين ديالو باش يبعد الانسان من الرقص؟ سي لو لا سوسيتي، ماشي الدين، لا سوسيتي. علاش؟ شي حد كان قال بالما لاناتيم، يعني النعله ولا اللعنه تطيح على الجسد خصو يتخزن، خصو يضرق حالته ما يبانش وسيرتو ما يشطحش. تيوا وانا حاربت هادشي ودزت من حروب.